صباح النور كابتن. يا هلا كابتن. صباح الخير. يا هلا. عم تنورنا كل يوم سبت. تسلم. نحن حطينا حزام الأمان وقلعنا معك. بدنا نعطي الأمان أيضا لمشاهدينا قبل أن ندخل إلى الطائرة في المطار. ما هي إجراءات الوقاية هذه الأيام؟ يعني فعلا هلأ سمعتكم عم تحكوا عن فيروس كورونا اللي هو طبعا أصبح مالئ الدنيا وشاغل الناس. إحنا ما كنا بنعرف وقت اللي قيل هالشيء عن المتنبي بالعصر العباسي إنه حنطبقه على فيروس كورونا. وأنا سعيد إنك أنت حكيت عن المطار لأنه أغلب الناس بتفتكر إنه الفيروس ببلش من الطيارة. لا، مجرد موصولك إلى مبنى مغادرة الركاب وتستأجر أو تأخذ الشريول عربة الحقائب أو الحمال يعني اللي ماسكها، هذا الحمال المسكين يمكن ماسك 70-80 شنطة قبل وهلا عم يرجع يمسك لك شنطتك وحيرجع يحمل وراها، يمكن يكون مزكم أو حاطط إيده على مسكة الشريول مثل السوبر ماركت. يعني هو أي مكان بالنهاية في اختلاط مباشر أو غير مباشر مع البشر هو حيعرضنا للفيروس. فكيف المطار اللي بتبلش معه من الحمال لتبع الكونتوار لما تسلموا جواز السفر بيسلمك بيمسك جواز السفر يمكن كمان يكون زكم ويرجع لك إيه، ترجع أنت حتقطع عند الهجرة والجوازات يمكن كمان يكون مرشح وكمان حياخد جواز السفر يشيك ويرجع لك إياها، تشتري شيء من ديوتي فري. فكل هالاختلاط المباشر وغير المباشر، وبعدين انت بس تخلص حتحط ايدك على وجهك، يعني مثل اي اذا بدك مجتمع بخالط الناس. فالمطار كمان من اول ما تفوت عليه يعرض الناس لجميع انواع الفيروسات والبكتيريا. من هنا في المطار ضروري نعقم ايدينا، ما هي الاجراءات التي يفترض ان ناخذها؟ هلا طبعا سلطات الطيران المدني او وزارات النقل اللي هي مسؤوله عن هالقصص هي اللي بتاخذ اجراءات التعقيم بالمطارات. وهيدي بصراحه صارت عم تختلف من دوله لدوله، كل دوله عم تتعاطى فيها بشكل مختلف. بس الموضوع اذا بدك لما بننتقل للطياره كمان صار في عنا غير هموم وغير يعني صرنا نفكر بأشياء تانية غير المطار طبعا. صحيح. به بالطائرة تحديدا، هل صحيح أنه يتم تكرير الهواء داخل الطائرة؟ هذا سؤال مهم جدا، حقول نعم ولا، لأنه خليني أشرح لكم شوي عن موضوع الهواء في الطائرة. أول شيء نحن بنعرف أنه مع الارتفاع بخف الضغط، الضغط بخف. صحيح. لما بخف الضغط بيصير الهواء طبقة الهواء بتصير رقيقة جدا، يعني بيصير الهواء كل ما يخف الضغط تبعه بيصير ثن، بيصير هيك رقيق. اوكي. ولحتى انت تقدر الناس تتنفس على الطائره بدك تتحكم بحراره هذا الهواء. اوكي. ولتقدر تتحكم بهذه الحراره ما فيك تتحكم، بده يكون هذا الهواء خليط من الهواء اللي متنفسه داخل الطائره، مثلك مثل ما انك قاعدين هون باستوديو بغرفه عم تتنفس الهواء الموجود داخل الطائره او داخل الكابينه، وهواء بفوت من خارج الطائره اللي هو الفريش اير، هذا بفوت على حراره عاليه جدا، بفوت من الانجن من محركات الطائره، ثم يبرد بفلاتر معينه وبفوت عبر السيستم الاير كونديشن تبع الطياره ليتنفسوا. هالخليط بين الهواء اللي داخل الطائره والهواء اللي من الخارج بيتحكم فيه الطيار، وبنحطه تقريبا نحن يعني نعمل شيء اسمه كابين بريشرايزيشن، يعني الضغط المقصوره تقريبا على 8000 قدم، كانك انت عم تتنفس على 8000 قدم، واللي هو لانه معروف مع الارتفاع بخف الاكسجين. صحيح. كل هيدي انا شرحتها العمليه لحتى اقول لكم انه هواء الطائره هو خليط من الهواء اللي متنفسه داخل الكابينه وهواء من برا. هلا اذا بدنا نربط كل هذا الحديث بفيروس كورونا او بغير فيروسات، بدنا نعرف مزبوط عن الكورونا. يعني اليوم الدراسات عم تتناقض مع بعضها. نحن اليوم ما بنعرف اذا كان هذا الفيروس ايربورن فيروس، يعني بينتقل بالهواء ولا ما بينتقل بالهواء. امبارح قرينا دراسه انه هذا الفيروس بينتقل بالهواء وبيضايم بالهواء حوالي 3 ساعات. حتى في هواجس كثيره عند المصريين حاليا اذا بينتقل بالعواصف والرياح، لانه البلاد عندهم عم تشهد هالايام عواصف، كلهم دغري ربطوه مع الكورونا وعم يتساءلوا نفس السؤال اللي عم تطرحه، اذا هالشيء بده يعزز نقل الكورونا، اذا الطقس رح يعزز نقل الكورونا اكثر. اكزاكتلي. ساعتها الاجراءات كلها بتختلف، يعني اجراءات الوقايه بدها تختلف. ساعتها انا
صراحة يعني اليوم الناس عم بتقلك انه او المختصين عم بيقولوا انه الماسك ما بينفع. اوكي الماسك ما بينفع الا اذا انت كنت مريض تتحمي غيرك من العدوى بتحط الماسك، بس اذا بينتقل بالهواء صار الماسك بينفع. صحيح، وخاصة بالطائرة اللي هي تعتبر مكتظة. فهلا اذا نرجع لموضوع الهواء، يعني اليوم انت كل ما تكون الطائرة مليانة اكثر كل ما بكون الهواء النقي اللي عم يوصل لكل شخص اقل. وهذا اللي حذوك يكونوا في الطائرة وتكون يعني ما فيها ولا مقعد شاغر، اللي حذوه نحسوه خاصة exactly. تكون الرحلة طويلة نحسه نوعا ما أنه طريقة التنفس أصعب شوي. طبعا لأنه هو عادة بخف الأكسجين، مشان هيك نحن بنعمل هالضغط المقصورة متحكم فيه مثل ما قلت لك على 8000 قدم. عم نشوف الصورة هون، صورة الناس اللي واقفين بالممر بس تهبط الطائرة وبدون يظهروا. هيدا أنا كان بدي أحكي عنها لأنه بهيدي اللحظة بهاي اللحظة أكثر وقت بيتعرض فيه الركاب للفيروسات للبكتيريا. ليش؟ لأنه أول شيء تطلع كيف هني بيكونوا متلاصقين مع بعضهم. صحيح. أوكي. وليك هذا الشاب اللي عم بيشيل من وراء عم بيشيل الشنطة وحط إيده على المقعد. فهالتلامس والاقتراب بين الناس بيخلي الناس تتعرض للفيروسات. والسبب التقني اللي أكثر بدي أحكي فيه اللي معلق بالطيران، هو وقت اللي بتهبط الطائره نحن بنطفي الانجنز تبع الطياره وبندور شيء اسمه APU. APU هو الاوتوماتيك باور يونت اللي هو مثل الجنريتر. اذا كنتوا تشوفوه من زمان كان في مثل مولد هيك خارج الطائره ينحط ينوصل بشريط ويعطي كهرباء للطياره حتى ما تستهلك من الفيول ومن الانجن تبع الطياره. بيدور لك الطياره، بيدور لك الاير كونديشن، بيدور لك سو لما بتكون الاضاءه والسيستم الطياره شغاله على الاي بي يو ما بتكون الفلاتر عم تشتغل بشكل نقي قد ما بتشتغل على الانجن. نعم. طيب بالنسبه أوكي. للمقاعد كابتن، هناك يعني شائعات تقول ما بنعرف اذا هي خاطئه او صحيحه انه المقاعد اللي قرب النافذه هي اكثر سلامه من المقاعد الاخرى. هلا منطقيا طبعا الشخص بيقدر يدير وجهه صوب النافذه وما يتلقى نفس او ما يتلقى فيروس اتي من نفس. هذا هيك عم نفكر عن العالم بهالوقت، هالشيء صحيح ام خاطئ؟ هو هالشيء صحيح، صحيح جدا كمان. هلا انت حتخلي كل الناس تحجز مقاعد يركض على مقاعد بس بس اقول لك ليش. يعني طبعا الطياره مسكره والهواء اللي يعني احنا عم نتنفسه مثل ما حكينا عم نتشارك فيه نوعا ما غير الهواء اللي بيجينا من برا. ولكن اليوم يعني انت الايد البشريه اوكي فيها حسب الدراسات حوالي 1500 بكتيريا بالسنتيمتر المكعب. اوكي سو انت لما بتجي بتفوت وبتصافح وبتسلم مثل ما حكينا بالمطار وبتسلم باسبورك واخر شيء بتفوت على الطياره حامل شنطتك وحطيتها فوق، اذا بتلاحظ كل الاشخاص اللي بفوتوا من اول طائره لاخرها بيكونوا عم حاطين ايدهم على المقاعد اللي جنب الممر ليتهدوا لحتى ما يوقعوا، حتى الكرو اللي هو المضيفين والمضيفات بحطوا ايديهم. فوضع اليد على راس المقاعد عم ينقل الفيروس من اليد على المقعد. نعم. عشان هيك المقاعد اللي جنب الممر بتكون مليئه بالفيروسات. مع انه بين مزدوجين كابتن الدراسات اثبتت انه الفيروس ما بيعيش على اسطح المقاعد بقدر ما بيعيش على الجلد، يعني بيزول بسرعه على السطح على سطح المقعد. هلا هون هذا جواب للاختصاصيين. صحيح. يعني بصراحه نحن هذه مشكلتنا، عم نتعامل مع المتغير ودائما مش عم تعامل مع الثابت، ودائما من الصعوبة انه الواحد يتعامل مع المتغير اكثر من الثابت. انت لما يكون عندك وقائع ثابتة بتاخذ اجراءات وقائية معينة وبتتعامل معها، لكن لما يكون عندك وقائع متغيرة مثل دراسات متناقضة كل يوم عم تطلع دراسة تناقض الثانية، هذا ممكن يخلق هلع كمان لدى الناس لانه مش عارفين مع شو عم يتعاملوا. للاسف يعني هي عملية هذه الدراسة الحديثة اللي طلعت انه الفيروس يمكن يبقى بالهواء 3 ساعات بدا اكيد تغير اجراءات الوقايه، تغير تقريبا كل الاجراءات. تحدثنا عن المقاعد، تحدثنا عن الهواء، المراحيض في الطائره ايضا قد تكون من الاماكن اللي تحمل شكل كبير من الفيروسات. اكيد هلا المرحاض في الطائره هو مرحاض يعني مثل اي مرحاض عام. هون يمكن شركه بوينغ هلا حتنزل مراحيض تعمل على الاشعه تحت الزرقاء تنظف نفسها بنفسها بعد وقبل كل استعمال. ولكن المرحاض في وحدة قياس سموها CFU Colony Forming Unit، هذه بتقيس إذا بدك كمية البكتيريا والخلايا الفطرية في الإنش المربع الواحد. بالحمام أو بالمرحاض الطائرة في حوالي 265 CFU بخلال 4 ساعات أو رحلة 4 ساعات.
بس اذا بقول لك انه على الاير فنتليتر اللي هيدي اللي بتفوت هواء وهيدي فيها تقريبا 285، على التريز تبع الطاوله طاوله الاكل 1285 وحده يعني سي اف يو. يعني تصور يعني طاوله الاكل اللي على الطياره فيها ميكروبات او بكتيريا 8 اضعاف اكثر من المرحاض. فا اي طب طالما جبت سيره طاوله الاكل، الاكل هالايام بالطائرات قد ايه عم تاخذوا حذركم وقد ايه عم تاخذوا اجراءاتكم الوقائيه تجاهه؟ هلا هذا الاكل موضوع طويل عريض، بده اكيد حلقه لحاله. مشكله الاكل على الطياره هو انه انت لما بتروح على بتاكل ببيتك او بتاكل بمطعم بيطلع الاكل من المطبخ فورا على الطاوله فبكون سخن. مشكله الاكل على الطياره بيكون عم ينتقل من 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 اماكن تحضيره اللي هي بتكون مرات احيانا بعيده كثير عن المطار. صحيح، ممكن تكون ببلد اخر. انتبه، والباكينج تبعه طبعا هن بيلتزموا معايير السلام القصوى، في كواليتي كنترول وهذه شغلات يعني كثير بيكونوا مشددين عليها. ولكن عمليه النقل من مكان الى اخر وستورج من يعني من تخزين، من التخزين على مركز الشركه ومن الشركه على عربه النقل على الطياره ومن الطياره للتسخين، هيدا هالبروسيس هذا اكيد بيعرض رح يمرق الطعام بكذا شخص وبكذا محطة. هلا طبعا برجع بقول لك يعني ما بدي اقلل من اهميه الكواليتي كنترول بهذا الموضوع، يعني الجميع كثير منتبهين على هذه القصه، ولكن بضل غير الاكل الطازج اللي بيجي منهم. مشكله يمكن لما بتستعمل التاب ووتر المي للقهوه والشاي، اذا ما استعملت مياه معدنيه مسكره التاب ووتر بتطلع من خزانات وفلاتر بالطياره ما على طول تتنظف بشكل دوري. صحيح، هيدي المشكله تبعها، فمشان هيك ممكن تتعرض لبكتيريا زياده. اخر سؤال، ومع الاسف انه وقتنا قصير ولكن لازم نعرفوا اجابته، اجراءات التنظيف والتعقيم اللي تصير في الطيران، نعرفوا انه بين كل رحله ورحله يتم اجراء تنظيف، ولكن لا نعلم هل هذا يصير مع كل الشركات او مثلا شركات اللو كوست، هل هي انه تنظف وتعقم طائرات كما الشركات الكبيره ام لا؟ سؤال جيد جدا. لأقول لك، في مؤتمر شيكاغو سنة 7 ديسمبر 1974 اللي نظم منظمة الطيران العالمية بيسمح لكل دولة أنه إذا بتحس بأي خطر برحلة جاية من أي بلد أنها تعقم بالطريقة اللي بتلاقيها مناسبة. وفي طريقتين للتعقيم بالطيارات، في الايروسولايز اللي لما تلاقي الكرو حامل مرشي عم بيرش الطيارة من أولها لآخرها أثناء وجود الركاب على الطيارة، وفي الريزيجوال إذا بدك التعقيم، ما بعرف شو بسموه هذا، ديزانفكتان ريزيديوال اللي بيخلي كمان مواد على هذا، وهذا ما بيستعمل وقت بيكون الركاب على الطياره، وهذا بيستعمل مثلا عاده وقت تكون جاي الطياره من بلاد تروبيكال او في عندها اي من افريقيا كذا، في ملابسات يعني حول فيروسات، مش كل الدول الافريقيه، ولكن مرات في فيروس معين بيخلق بدوله معينه بتقرر الشركه المشغله انه ترش الطيارات، هذا بيعطيها الحق. هلا بالنسبه لقلب الطياره بعد كل رحله تنظيف، عمليه التنظيف هي عمليه روتينيه تقليديه بتدوم حوالي من 30 ل 40 دقيقه، بيصير فيها فاكيوم تنظيف الاوساخ وكذا، بس ما بيصير في تعقيم السيت بيلتس اللي بنمسكها، ما بيصير في تعقيم الاير فنتليتر، ما بيصير في تعقيم التريز، ما بيصير في تعقيم الكراسي، التعقيم بمعنى التعقيم. هلا مشان هيك هذه مسؤوليه شخصيه، يعني هذه لازم كل مسافر هو يحملها على عاتقه، يعقم نفسه ويعقم حاله. بس انا بس بدي اقول شغله صغيره، هلا الشركات بعد فيروس كورونا صارت اذا بدك عم تتغنى او عم تسوق لنفسها انه نحن بنعقم طياراتنا ضد فيروس كورونا، ولكن هذا التعقيم الصحيح بده ياخذ 6 ل7 ساعات يوميا اذا بدك تعقم فعلا طياره منيحه. والطياره لما بتطير 3000 ساعه بالسنه، هذا معدل الطيران بالسنه، ما فيها توقف، لانه انت عندك اذا بتقسمها 3000 ساعه على عدد الايام عندك 16 ل 18 ساعه الطياره طايره، امتى بدها الطياره؟ وهذا صار موضوع اقتصادي. بس بكل الاحوال يعني هلا خفت الاسفار
خفت حركة السفر فيهم ياخذوا وقتهم يمكن بالإجراءات بياخذوا وقتهم بس مش لدرجة 6-7 ساعات بالليلة في شركات عم تعملها لأنه خف السفر عنده بس هذا موضوع برجع بقول لك يعني إذا بده يرجع حركة السفر لطبيعته ما بيقدروا يلتزموا فيه إن شاء الله بكون وقتها راح الكورونا إن شاء الله يا رب إذن الربان ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان مازن سماك بتعطينا دائما الأمان